ليدر واحد يصف نفسه بالدكتور وهو أمي ابتدائي وإعدادي وثانوي وليسانس في الآداب وبكالوريوس في العلوم ودبلوم عام ودبلوم خاص وماجستير ودكتوراه، 10 شهادات كي تضيف على اسمك دال فقط، وجنة عرضها السماوات والأرض بلا ثمن. لذلك قيل طلب الجنة من غير ثمن ذنب من الذنوب، لا بيغير من عاداته ولا من سهراته ولا من لقاءاته ولا من إطلاق بصره ولا من متابعة أشياء لا ترضي الله، ولا بيغير من غيبته ونميمته ويتمنى دخول الجنة. هذا شيء من التمنيات، والله عز وجل لا يتعامل مع تمنياتنا ولكن يتعامل مع السعي. والدليل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة لا يكفي، سعى لها لا يكفي، وسعى لها سعيها. من باب الذكاء ما بيكفي وهو مؤمن، إيمان، إرادة، سعي خاص.